نفذت قيادات في المجلس السياسي الأعلى وأخرى عسكرية ومؤتمرية زيارات لأضرحة المناضلين، ومنهم الشهيد اللواء عبد الله الكليبي الذي استشهد في مثل هذا اليوم الخالد دفاعاً عن كرامة الوطن. الأخيرة ما سألت عنها بالنسبة لأخواننا في القوات المسلحة والأمن، من ضمنهم أيضاً وحدات الحرس الجمهوري المرابطة في جميع المناطق ومن ضمنهم محور صنع، أشد على أيديهم وأقول لهم تمتعوا بالجاهزية، باليقظة، بالحس العالي. الوطن وطن الجميع، ليس ملكا لأحد، وإنما وطننا جميعا. أيضا رسالتي للأخوان الخارجين، أنا بقول للأخوان لأنه أملنا في الناس كبير أنهم يتفهموا حالة البلاد وما يوصلوا إليه البلاد وما النتائج الكارثية اللي عن وصل إليها جميعا، وأدمنهم وأقول لهم هذا وطن الجميع. كانت هذه هي الرسالة الأخيرة للواء عبد الله الكليبي قائد اللواء 63 مشاة جبلي حرس جمهوري في العام 2011، العام الذي تحمل تبعاته الشعب اليمني إلى اليوم. يوم سبتمبري خالص هو يوم قيام الثورة اليمنية واستشهاد ذلك القائد الذي نال شرف الشهادة بالدفاع عن الوطن. وما أشبه الليلة بالبارحة، عندنا شهداء 26 سبتمبر الذين سقطوا في عام 62، سطرها اللواء عبد الله الكليبي في عام 2011 يوم 26 من سبتمبر. رحمه الله اللواء عبد الله الكليبي وكل شهداء الوطن، رحم الله شهداء جيزان ونجران وعسير، ورحم الله شهداء صافر ومارب ونهب، كل الشهداء والأبطال. ونحن في مقبرة الشهداء رمز العز والكرامة والافتخار بشهدائنا، برجالنا، بتضحياتنا كشعب يمني وكقوات مسلحة. نحن في هذه اللحظات نعيش وجدان هذا الرجال الذي بذلت وأعطت الشعب اليمني أجمل ما في الدنيا هي حياتهم. مقبرة الشهداء بأمانة العاصمة استقبلت قيادات في المجلس السياسي الأعلى وقيادات عسكرية ومؤتمرية لزيارة الشهداء في هذا اليوم التاريخي. رحم الله الشهيد الكليبي، والحقيقة أنه سقط للدفاع عن أمن واستقرار الوطن وخصوصا العاصمة صنعاء، وللوقوف ضد الفوضى والغوغائية، وما نشهده اليوم من تدمير للوطن كانت تلك الفاتحة لهذه الحروب ولهذه الفوضى. الشهيد البطل الذي استشهد وهو يدافع عن هذا الوطن في 2011 من أولئك الفوضويين الذين أرادوا أن يصل الوطن إلى ما وصلنا إليه، نحن اليوم نزور قبره وقبور هؤلاء الشهداء الأبطال إبراهيم الحمدي وعبد العزيز عبد الغني والمشير السلال وكل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا. نقف اليوم هنا لهم عرفانا وإجلالا وجميلا بما قاموه لأنهم دافعوا عن هذا الوطن. اللواء الكليبي قائد له بين محبيه وقع خاص، على أبرز أولئك الذين عرفوا حجم التضحيات الجسيمة التي قدمها في العام المشؤوم، كما قدمتها أسرته برمتها. الحاضرون كان لهم رسالة يودون قولها في ذكرى استشهاده. رحم الله والدي، وسنبذل الغالي والنفيس من أجل التضحية على هذا البلاد. كان من أشجع وأشرف وأشهم الرجال الذي عرفناهم، ضحى بدمه من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة. طبعا استشهد في اللواء 63 بيت دهرة أثناء الأحداث التي عصفت بالوطن عام 2011، مدافعا عن معسكره وعن أرضه. الإرث الذي يتركه أعداء الوطن باستهدافهم الأبطال منذ العام المشؤوم إلى اليوم جعل النماذج الوطنية المخلصة رموزا شعبية ووطنية يخلدها التاريخ حبا بحجم التضحية. ومن تلك الرموز اللواء عبد الله الكليبي. محمد جميل، اليمن اليوم، صنعاء. نظم عدد من